أشار سري إليك حتى فنيت عني ودمت أنت، وغاب عني حفيظ قلبي، عرفت سري فأين أنت؟ أنت حياتي وسر قلبي، فحيثما كنت كنت أنت. أحط علما بكل شيء، فكل شيء أراه أنت. فمن بالعفو يا إلهي، فليس أرجو سواك أنت. والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب أو قتلى لما حنفوا. قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا، وإن عاد وصل بعده بعثوا. ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف، لا يدرون كم لبثوا. ما لاح نورك لي يوما لأثبته، إلا تنكرت منه أي إنكاري. ولا ذكرتك إلا تهت من طرب حتى أمزق أحشائي وأطماري. مش بالضرورة ما نريده هو ما نحتاجه. ملاحقتنا للأشياء التي نريدها هي الأشياء التي تخلق وتشكل الضغوط النفسية اللي بنعيشها كل يوم. في الكثير من الأحيان قد ننجح، ولكن على حساب الحياة التي أصبحت فارغة بعد هذا النجاح، لأننا نرفض جزء آخر من أنفسنا. طب السؤال، كيف ممكن أعرف ما أحتاجه؟ كيف يمكن الوصول إليه؟ البعض بيفهم قانون الجذب بطريقة خاطئة، أو فسروا هذا العلم وما قالوه عن هذا العالم أيضا بطريقة سلبية. جلال الدين الرومي مثلا بيقول: إذا جلست في مكان الصبر الخاص بي، كل ما أحتاجه يتدفق لي وبدون أي ألم. يمكن فهم هذه المقولة على أنها تدعو إلى الكسل، أو تدعوك أن لا تفعل شيء وما ستحتاجه سيأتي بكل الأحوال. وهذا خطأ، لأن ما يقصد جلال الدين الرومي في عندما أكون في مكان الصبر الخاص بي، إنه أنا لا أذهب مع هذا التدفق بس، بل أفكر فيما هو جيد بالنسبة لي. لأنه من خلال الصبر بصير عندي مساحة لمعرفة إذا كان ما أريده يناسبني حقا. من خلال التأمل الذاتي أتعلم ما هو الشيء الذي يريدني، وكيف أفهم إنه مناسب لإلي. بمجرد أن أفهم هذا، التوتر كله بيروح، بتصير أفعالي قوية أكثر، لأنني في تناغم مع ما يريدني. هذا هو السر اللي بيحكي عنه جلال الدين الرومي. ربما لا نزال نواجه تحديات، لكن من منظور الصبر يمكننا العثور على الطريق، وأن نفهم بأنه الأشياء تتغير. وإن سبحنا مع الطيار سنتدفق معه، وإن قومنا الطيار فراح يحاربنا. إذا أدركنا ذلك، بعدها سنسبح مع التدفق ونذهب معه ونحن في سلام. سلام.